لك سؤال. بالنسبة للقروض التي سعى في طلبها الدكتور وصلت إلى بنغازي، نحن سعون إلى، بعد أن استمعت إلى كلام هذا اليوم، سعون إلى التحقيق في الكيفية التي تم ترحيلها من قطر وأسباب ذلك. وأيضا هناك طلب من منظمة اللاجئين الدوليين، هي عسى تكون لاجئة أو عسى تستقبلها، ربما تكون لاجئة في أمريكا، نحن مستعدون لتسهيل كل الإجراءات. على لسان السيد برنارد ليبي. On what Mr. Bernard Levy said. حول نية المجلس في إقامة علاقات مع ما يسمى بإسرائيل. With regard to the intention of the National Council to establish relations with what's so called Israel. وينفي المجلس الوطني نفيا قاطعا مثل هذا الادعاء.